نحن سعداء جدا نحن كنا في اجتماع تم سير رئيس الجمهورية وفريق أول الميتي والسيد السوداني والدكتور يوم مشاتين نحن ناقشنا وانتو محارفين نحن دول جنوب اتفاقية نحن في ساعات الأخيرة لإمضاء لتنفيذ الاتفاقية وتشكيل الحكومة في موعد يوم 21 والخبر الآن تسمو من القيادة ثلاث قيادات السودان مثل رأس قاعد الآن ورسول وفد باسم رئيس نائب رئيس المجلس السيادة وديكتوريا وسيد الرئيس سلبكين ميادي رئيس الجمهورية دولة جنوب السودان بعد القليل تسمع خبر بشرف شعب جنوب السودان والمواطنين تاع دولة جنوب السودان.